لا يعرفون بالضبط ما الذي سيلاقونه داخل مكب نفايات الضخم، لكن وقبل أن تصل إلى الأرض يتسابقون عليها، فمنها أكلهم ومصدر عيشهم. هذا سبب كاف لجعل هؤلاء يبحثون عما يساعدهم على البقاء قيد الحياة. وضع كهذا ليس بجديد على محافظة تعاني أشد أنواع الفقر والحرمان، وأبناؤها يهون بسرعة خاطفة من السيء الذي يعيشونه حاليا إلى الأسوأ في الحديدة. أشبه إنسان هم، أو هكذا يبدون. تغيب الملامح ويبقى البؤس حاضرا فيهم، وما أقسى أن يجرب الإنسان التعايش مع واقع مسموم كهذا، بل هو تأخير للموت المؤجل ليس أكثر. فمساكنهم أكوام متراكمة من شراشف وأشجار نخل لا يمكن أن تقيهم حتى تقلبات الطقس المختلفة. طعامهم ما تبقى من بقايا ما تناوله أناس غيرهم يشاركونهم العيش على هذه الأرض والبؤس أيضا. أما أرضهم فهي قاحلة تقاسمهم المآسي اليومية والمتكررة دون انفراج، بل تضاعفت بسبب الحرب. وبالعودة إلى مكب نفايات تبقى هي المساحة الوحيدة المنقذة لهم في ظل اختفاء تام لسبل العيش الكريمة الأخرى، لتصبح وللمفارقة المحزنة منقذا لهم من الموت جوعاً.